غادي نشوفوا الخيرات تبارك الله. لانه كاين تبارك الله كاين زين. اخويا نبيل ندخل لفركه المجمع. عطيني شي حاجه اخويا نبيل ولا مازال الله؟ اخويا مولاه ما عرفتش عطيني. باقي كيهضر معاهم واقيلا. نتسناو السيد يجيب شي بارطاجي معنا ان شاء الله الاثمنه اللي كاينه. بارطاجي 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 قول. داكشي اللي كاين اخويا نبيل. كما كنشوفوا الناس طلبوا ان البرقي يتمشى غادي نشوفوا في هذاك المشهد ديالو باش نبارطاجيه معكم. وقفلين تما كما كتشوفوا لنا الرحمه اليوم عامره. رحمالي زيدي ودي شتي في السن ديالو عمير؟ جامع. كما سمعتوا السن ديالو جامع. باقي نشوفوا البرقي اللي من ليه الغليل. ما تقلبش جرام الاول ما هذيك شي عفطه. كما كيسمعوا لنا البرقي اللي من الغليل تعطات فيه مليون وعشرة 10500 درهم. اش داير في السن ديالو سي مصطفى؟ الجمعة الأول كما سمعتوا. لا السهولة كاينة تبارك الله. هز هز سهلة تبارك الله. سهلة اللي نعطيك والشورى هلا. هذا بالوريقات ديالو بوريقات هذا كما سمعتوا بالوريقات ديالو الخوت بيديكري. السلام عليكم. اللي ما عندوش وريقات المهم اللي من اللي الكبير اللي عالي البرك اللي عالي تعطات فيه 10500 درهم لحد الان. هذا مازال على الله. هذا باقي على الله اخي انت باقي على الله. الله يسخر اسمع لي يا عمي. الله بالوريقات الارضي والشروط والشروط. كما سمعتوا معايا البيع بالشروط مازال الله. هذا بوريقاته بيديغري. هذا ما مزيان تفرج فيه. مزيان تفرج فيه جاي يشري الخيل. مرحبا عمي. انو الوليد هو هذا؟ الله يخلي لك عمي. الله يخلي لك. عزيز عزيز الخيل في وقت. عندكم شي حاجه في المحل ولا؟ الله يسخر لكم. الله يسخر لكم. كاين تبارك الله خيرات اليوم داخل. هذاك جزاء. لا خيرات تبارك الله. خيرات تبارك الله. كما كنسمعوا ان تقطع بجوج ملايين او ناس 60 راه العربي برا راه ما كنكذبوش. مليون و 60 كنظن هذا اللي عالي هو اللي مقطع بجوج ملايين. يلا قرب معايا الكلام.
كما سمعنا مليون وستين دابا الله يربحك بجوج احمر. والشروط والشروط السلام عليكم كما سمعنا اخوتي حاليا وصل 300 مليون ونص انقطعت لي بجوج ونص حيت 300000 ايوا مستيال راك مستيال على المليح مستيال شيينا حرج حرج كما سمعت السن ديال اللاك بسم الله الجمع لما كيسولوا بسم الله الرحمن العربي السوق دولا ما ربحك العربي قطعت لك حيد درهم اخرى ايوا هاك انا بغيت انت ما بغيتينيش وكان عندك النضال العربي 300 سمعناها سمعناها وسمعناها بجوج الناس وي كان عمرو كان فرق خاوي كان فرق عطينا العربي عطينا سير مع العربي كما كنشوفوا لنا نقدم العربي حبيبي ماجي احنا نشريو سير هي سير هي عاجبو البركي لحد الان الخوت 300 الف اللي معطيه مليون ونص قطع بجوج ديال الملايين غادي نشوفوا ان شاء الله الثمن اللي غادي يتقطع فيه الاخر فين غيوصل لحد الان السي مصطفى طالب بجوج ديال الملايين البيع ديالو مصطفى خليني نفضي مع الراجل كما كتشوفوا العود حاليا